اهلا بحضراتكم مره تانية. عمر مشوار موسيماني كمدرب كلنا كنا اتكلمنا عليه ورصدناه بشكل كبير جدا على مستوى السوشيال ميديا، على مستوى اللقاءات، لكن مشواره كلاعب. يعني يمكن حضرتك فتحت معاه الموضوع ده على شاشه قناه النادي الاهلي برضو في الانترفيو اللي كان اول حوار له. دورت شويه ورا موسيماني اللاعب، لانه بالنسبه لي مثير اعرف الباك جراوند بتاعته كانت ايه. هو الحقيقه من اللعيبه اللي كانت مميزه في الدوري الجنوب افريقي لما بدا سنه 82 في نادي كوزموس، وبعد كده يروح ماميلودي سان داونز. هو لما راح سان داونز كان اغلى صفقه فعلا داخل الدوري الجنوب افريقي في التوقيت ده. لكن الدوري الجنوب افريقي سهل ان انت تتنقل بين الانديه كتير، يعني هو قاعد يتنقل بين كوزموس وميلودي سان داونز لحد ما راح اورلاندو بايرتس 3-4 مرات. يعني انتقالات كانت في السنتين ثلاثه دول كانت في وقت كتير، وقت قصير.